المتحف المصري بنبات البردي وزهور اللوتس يستقبلك. بنبات البردي وزهور اللوتس يستقبلك، وملوك وكهنة عظام يصطفون لتحيتك، وعلى طراز معماري روماني وتماثيل وتصاميم لأعمدة مصرية قديمة يعيدك عبر العصور في رحلة عبر الزمن لتروي لك قصة حضارة امتدت لأكثر من 7000 عام، وتبوح بأسرار فراعنة أبهرت العالم، وتكشف عن كنوز لا تقدر بثمن. إنه المتحف المصري. ولما كانت الحضارة المصرية عبر عصورها المديدة وبكل تجلياتها هي أحد الروافد الرئيسية لنهر الحضارة الإنسانية العريض، فقد غدا من حق المتحف المصري أن يصير رمزا لحضارة الإنسان في كل زمان ومكان. فلا غرو إذن أن يتحول المبنى القائم شامخا في قلب القاهرة من مجرد متحف إلى مكان يقصده الزائرون من كل حدب وصوب، لينهلوا من بئر الحضارة متعة للقلب وبهجة للعين وشفاء للروح. يقع في قلب العاصمة المصرية القاهرة بالجهة الشمالية بميدان التحرير، ويعتبر المتحف من أوائل المتاحف في العالم التي أسست لتكون متحفا عاما على عكس المتاحف التي سبقته. إنشاؤه تعود فكرة إنشائه لعام 1835، حيث أصدر محمد علي باشا مرسوما يقضي بإنشاء مصلحة للآثار تحت إشراف رفاعة الطهطاوي لوقف السلب والنهب للآثار المصرية ومنع إرسالها للمدن الأوروبية من قبل القناصل الأجانب المعتمدون في مصر، كما وضع برنامجا لعرض وصيانة القطع الأثرية القديمة. وقع الاختيار على منطقة الأزبكية لتكون النواة الأولى لمتحف الآثار المصرية، ونقل إليه عدد كبير من الآثار المتنوعة، ولكن لم يكلل هذا العمل بالنجاح، وتوقف المشروع لوفاة محمد علي. ونتيجة للاضطرابات التي حدثت بعد وفاته، تعرضت تلك الآثار للانكماش، فأمر الخديوي عباس الأول عام 1848 إلى نقلها إلى قلعة صلاح الدين، ولكنه أهداها إلى الدوق ميكسلمان النمساوي بعد زيارة لتلك المجموعة الأثرية في القلعة بمثابة دليل على النوايا الطيبة. وفي عام 1858 أمر الخديوي سعيد بإنشاء هيئة الآثار المصرية لحماية الآثار المصرية من السرقة، وعين السيد أوغست ماريت كأول رئيس لها، ووضع ماريت برنامجا لتوثيق وتسجيل كل الاكتشافات وأعمال الحفر والتنقيب، وقام بتجميع العديد من القطع الأثرية، كما نجح في اكتشاف مقبرة كنوز الملك إيححتب بمنطقة ذراع أبو النجا بطيبة، وكان من أهم القطع المكتشفة التابوت الذي وجد بداخله مجموعة من الجواهر والحلي والأسلحة التي كانت على درجة عالية من الروعة. حرضت الخديوي سعيد على التحمس لإنشاء متحف للآثار المصرية في بولاق، وقد تم بناؤه في عهد الخديوي إسماعيل، وافتتح للزيارة للمرة الأولى عام 1863، وسمي دار الآثار القديمة أو الأنتيخانة. تعرض المتحف للغرق بسبب الفيضان، مما تسبب في إحداث تلف وأضرار بالغة للمتحف، ولم يعد مناسبا. وفي عام 1890 تم نقل المتحف إلى إحدى قصور الملك إسماعيل بالجيزة، ونقل إليه محتويات متحف بولاق. وفي عام 1890 أعلى الخديوي توفيق عن مسابقة دولية لتقديم أفضل تصميم لبناء متحف جديد بالقاهرة، وفاز بالجائزة المعماري الفرنسي مارسيل دورنون. إما الإيطاليون فقد فازوا ببناء المتحف، وبدأ العمل بالمتحف في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1897، وانتهى سنة 1901، وتم الافتتاح 15 نوفمبر 1902. صمم المتحف على الطراز الكلاسيكي، ولم يحوي أي تأثيرات للفن المصري القديم والمعابد المصرية القديمة، سوى تصميم قاعته الداخلية التي تحاقي المقصورات في المعابد المصرية القديمة. واجهة المدخل، مدخل المتحف محاط بعمودين من الأعمدة اليونانية التي مثل التي في معبد فيلة، ويعود المدخل تمثال نصف للإله حتحور،
مصور كأنثى بقرنين وبين قرنين قرص الشمس، وعلى جانبي المدخل تمثالين للإلهة إيزيس وهي ترتدي زي إغريقي، وفي الجزء العلوي على اليمين وعلى اليسار كتبت الأعوام 1801 1897 و1901 في إشارة لبدء العمل ونهايته، وأيضا يوجد الحرفين ألف وحاء كاختصار لاسم الخديوي عباس حلمي الثاني الذي بني في عهده. يتكون المتحف من طابقين رئيسيين، يحتوي الطابق الأرضي على الآثار الثقيلة من توابيت ولوحات وتماثيل ضخمة وكبيرة مصنوعة من حجر جيري ورملي مثل تمثال رمسيس الثاني وسنوسرت وخفرع وبولهول وخناتون وحتشبسوت. أما الطابق العلوي فيضم آثار عصر الدولة الحديثة وشهرها مجموعة الفرعون الصغير أو الذهبي توت عنخ آمون، بالإضافة إلى قاعتين للمئويات الملكية، القاعات الداخلية فسيحة والجدران عالية، ويدخل الضوء الطبيعي من خلال ألواح الزجاج على السقف ومن الشبابيك الموجودة بالدور الأرضي. أما ردة المتحف الوسطى فهي أعلى جزء من الداخل حيث عرضت فيها الآثار مثل ما كانت موجودة في المعابد القديمة، وقد رعي في المبنى أن يضع أي توسيعات مستقبلية كما يتناسب مع متطلبات تسهيل حركة الزائرين. مجموعات المتحف طبقا للعصور، طبقا للعصور يضم المتحف المصري أكثر من 150 ألف قطعة أثرية، أهمها المجموعة الأثرية التي تم العثور عليها في مقابر الملوك والحاشية الملكية للأسرة الوسطى في دهشور عام 1894. يضم المتحف الآن أعظم مجموعة أثرية في العالم تعبر عن كل مراحل التاريخ المصري القديم من موقعات المتحف العام. عصر ما قبل التاريخ التي تمثل نتاج المصري قبل معرفة الكتابة، والذي استقر في أماكن كثيرة في مصر في شمال البلاد ووسطها وجنوبها. تضمن تلك المجموعة أنواع مختلفة من الفخار وأدوات الزينة وأدوات الصيد ومتطلبات الحياة اليومية. عصر التأسيس تشمل على آثار الأسرتان الأولى والثانية مثل صلاية نارمر وتمثال خاع سوخوموي والعديد من الأواني والأدوات. عصر الدولة القديمة تتضمن مجموعة من القطع الأثرية من أهمها تمثال زوسر وخفرع ومنكورع وشيخ البلد والقزم سنيب وبيبي الأول وابنه مري رع والعديد من التوابيت والتماثيل الأفراد والصور الجدرية ومجموعة الملك حتشبسوت. عصر الدولة الوسطى ضم مجموعة من العديد من الآثار من القطع الأثرية من أهمها تمثال الملك منتحتوب الثاني ومجموعة تماثيل بعض ملوك الأسر الـ12 مثل سنوسرت الأول ومنحمحات الثالث والعديد من تماثيل الأفراد والتوابيت والحلي. عصر الدولة الحديثة وهي المجموعة الأشهر بالمتحف وراء رسام مجموعة الفرعون الصغير توت عنخ آمون وتماثيل حتشبسوت وتحتمس الثالث ورمسيس الثاني، بالإضافة للعجلات الحربية والبريات والحلي ومجموعة إخناتون ولوحة برمبتاح، لوحة إسرائيل سابقا وتمثالي أمنحتب الثالث وزوجته تي ومجموعة التمائم وأدوات الكتابة والزراعة، ثم مجموعة المومياوات الملكية التي تعرض في قاعة خاصة بها والتي افتتحت عام 1994. العصور المتأخرة تضم كنوز تانيس المصنوعة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة والتي عثر عليها في مقابر بعض ملوك وملكات الأسرتين 21 و22 في صان الحجر، بالإضافة إلى بعض التماثيل الهامة مثل تمثال آمون ومن تمحات وتمثال للإلهة تاورت ولوحة قرار كانوب أبو قير ولوحة بانخي ومجموعة من آثار النوبة التي نقل بعضها إلى متحف النوبة بأسوان.